بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي، إن شاء الله النهاردة في الفيديو ده هكمل معاكم حل كتاب برافو الترم الثاني محافظة أسيوط. الوثيقة الأولى عبارة عن إيميل من توماس إلى مارك. أوبجي الموضوع إمبلوا دي تون، جدول المواعيد. صلي مرحبا. Aujourd'hui, اليوم. J'ai un contrôle de maths. عندي امتحان رياضيات. A deserve. الساعة العاشرة. Je n'aime pas les maths. أنا لا أحب الرياضيات. A onzeer. الساعة 11. J'ai science. عندي علوم. ليا. Ma copine n'a pas anglais. ليا. زميلتي ما عندهاش انجليزي. Elle va au CDI. تذهب إلى حجرة الوسائط. Avec Julie et Lucy. مع جولي ولوسي. أميدي وقت الظهيرة الساعة 12. ليتر وكوبين فون أوسيل يذهبون إلى المطعم. آ تريزير الساعة الواحدة بعد الظهر. جولي فا ألا بيبليوتيك تذهب إلى المكتبة. إي لوسي أ أنكور دو سبور ولوسي عندها حصة ألعاب. سؤال أولاني، توماس ديكري، توماس بيصف سا جورني سكولير. اتنين، توماس ان كنترول عنده امتحان دو ماتماتيك رياضيات. اديزير الساعه 10. 3 اميدي جولي فا او سيلف وقت الظهيره جولي هتروح لايه؟ المطعم. 4 توماس ديتيست، توماس ده بيكره ايه؟ ريمات الرياضيات. جونين با ليمات. الوثيقة اللي بعد كده هدى بتقول صلي منى. جو مابيل هدى. جي سوي جراند انا طويلة ايمانس. جي لي زو فير عيوني خضراء. مون بير اي بروفيسور ابي مدرس. مامير اوسي وماما ايضا مدرسة. مون فرير صابيل محمود اخي اسمه محمود. الى ويت ان عنده 8 سنين. جوني بادو سير ما عنديش اخت. جي في او ليسي 5 جور بار سومان اذهب الى المدرسه 5 ايام في الاسبوع. بارسكو لي فوندريدي اي لو ساميدي سون جور دو كونجي لان الجمعه والسبت يكونوا ايام اجازه. اوريفوار. سؤال 5، اليا بيرسون دون لا فامي دو هدى، كم شخص باسره هدى؟ 4، ابوها وامها وهي واخوها. 6 هدى ني بابا علي كل يتذهب الى المدرسه كم يوم بالاسبوع؟ يوم 5 يومين جمعه والسبت. 7 هدى عندها امفرير اخ وليس عندها اخت. 8 لامير دو هدى اي بروفيسير هي والاب الاثنين مدرسين. المواقف. 9 تون بير تو ديماند لو كونتينيو دو تا كلاس، والدك يسألك عن محتوى فصلك. يعني ايه اللي موجود في فصلك؟ كيسكي تو دي، ماذا انت تقول؟ في الفصل بتاعي اليا ان تي ان اي تي ان اي سبوره ذكيه. اليا ان اوغلوج يوجد سايت حائط. الموقف العاشر تي دي كري لو فيزيك دو تاسير، انت تصف اخت شكل اختك الشكل الخارجي لها. كيسكو تو دي اقول الي بلوند هي شقراء. الى ليزو مارون عيونها بني. 11 تامير تو ديماند امك تسالك لي نمبر دو تي كور اجوردي عن عدد حصصك اليوم، ماذا هي تقول؟ تي اكم بيان دو كور اجوردي عندك كم حصه النهارده؟ وإلياكم بيان دو جور أجردوي رقم دي. سؤال قواعد 12 سي لا تروس دو مون كوبان ما مألمة صديقي؟ إلي ألوي إنها ملكه، ده ضمير التوكيد بتاع الصديق بتاع إل. 13 جي في أو سيلف ميدي، ميدي يعني 12 الظهر ناخدها أ ميدي. 14 إلي رو تيل كم الساعة؟
15 ساره اي سون فرير، ساره واخوها اعتبر جمع مذكر يبقى سون رو. 16 جور مفرد مذكر خد لها الاولى باكل جور تي انجلي. 17 سمير نابا هنا في نفي بناخد دي اي. الايميل صالي كل ماتير تي بريفير اي ماده دراسيه انت تفضل جي بريفير لو فرانسي كومون اي لو بروفيسور دو تا ماتير بريفري كيف مدرس الماده اللي انت بتحبها. اقول لو بروفيسور دو فرانسي اي سوسيابل اجتماعي ا بلس ديكري تا كلاس اوصف فصلك ده مكرر اكتر من مره. محافظه كفر الشيخ رامي عادل بيقول سالي روبرت جي اتودي على يونيفرسيتي دي الكسندريه انا ادرس في جامعه الاسكندريه. جابيت شي مي جراند بارون اعيش عند اجدادي. جي ان فرير اي انسير عندي اخ واخت. ال سون ليسين هم طلبه في الثانوي. ال ابيت افيك مي بارون يعيشون مع والدي اطنطا. مون جراند بير جدي اي بلوند اشقر. الجو او تنس افيك موا يلعب تنس معي. ما جراند مير اي جروس جدتي تخينه سمينه. الى ليزو فير عيونها خضراء. الام ريجاردي دي فيلم تحب مشاهده الافلام. مي بارونت سون جراند ايمانس والدي طوال ورشيقين. ال سون بروفيسير اوليسي الاثنين مدرسين في المدرسه الثانوي. مون فرير احمد ايبران اخي احمد قمح اللون. البورت دي لونيت يرتدي نظاره. رامي عادل سؤال اول دون سيدو كومو رامي في الوثيقه دي رامي بيعمل ايه؟ بريزونت سافا مي بيقدم اسرته. اثنين احمد ابيت افيك احمد عايش مع مين؟ هيبقى سيبارونت اللي هو اخوه عايش مع والديه. اهو موجود هنا اخواتي الاثنين عايشين مع والديه. ثلاثة لا جراند مير ايم الجدة بتحب ايه؟ مشاهدة التلفزيون لانها بتحب تتفرج على الافلام. اربعة مسيو عادل ايه بيشتغل ايه او هو يكون ايه؟ وقال لي ان هو هنا الاثنين طوال ومانس يبقى هنا هناخد مانس رقم سي. الوثيقة اللي بعد كده فريدة من اللوكسور بتقول بونسوار اتوس مساء الخير جميعا. جريب اوليسي اسيتير ترونت اصل المدرسه 7:30. جي كومون سيميكور اويتير ابدا الحصص الساعه 8. جي سيتير زي جي سيت كور بارجور عندي 7 حصص في اليوم. اميدي وقت الظهيره الساعه 12. جي دي جون او سيلف سيرفيس تناول الغداء في مطعم المدرسه. جي انكور دانجلي تولي جور عند انجليزي كل يوم. لي ميركوري دي يوم الاربعاء. جي دو كور دو ميوزيك عند حصتين موسيقى. سي سوبر شيء رائع. جي ام او سي لي اس بي تي اي لا جيوغرافي احب مواد علوم الحياه والارض والجغرافيا. لستوار التاريخ سوني باسم ليس لطيف. جي رونتر على ميزون اكاتور زير أرجع إلى البيت الساعة 2. لويك إند يوم العطلة. سيلي فوندري دي إلو صندي جمعة وسبت. فريدة سؤال 5 فريدة بارل دو فريدة بتتكلم عن سون إمبلوادي توم جدول موعدها. 6 لو برومير كور حصة الأولى إي أويتير الساعة 8. فريدة نيمبا لا تحب التاريخ. قالت نيمبا سيمبا. 8 فريدة نوات كورد انجلي بارسومان عندها 5 حصص لان عندها كل يوم. المواقف 9 تيديكري تون كوزان اتيكومان تصف ابن عمك لاصدقائك. كيسكي تو دي هتقول ايه؟ هيقول الي بران كوم مون اونكل هو قمحي مثل عمي. إلى لي شيفون وار شعر اسود.
10 ان اميتو ديماند، صديق يسالك كيسكي تي في او سي دي اي، ماذا تفعل في حجره المناهل؟ ماذا انت تقول؟ جي كودو لا ميوزك، استمع الى موسيقى، دي صح. جي في دي ريشيرش، اعمل ابحاث، صح. 11 ان اميتو ديماند لير دو كنترول، صديق يسالك عن موعد الامتحان. كيسكل دي هو يقول لك ايه؟ اكلير الي، في اي ساعه يكون الامتحان؟ ويقول كوند كومونس دو كنترول، متى يبدا الامتحان؟ سؤال قواعد 12 ماتير تي ام اوليسي، ماتير دي جمع مؤنث، بناخد كل اخير. 13 سي لو ماجازين دو تاسير، هل دي مجلة اختك؟ نو سي مون ماجازين، خدت مون ليه؟ لان ماجازين مفرد مذكر. 14 او تي بارونت تساوي ايه لافيك اس؟ اذا هنا هناخد فون، اين والديك يذهبون يوم الاجازه؟ 15 مارتين اي سون امي، مارتين وصديقها سون، هناخد رو لان هنا بنعتبرها جمع مذكر. 16 اليابا، هنا نفي باخد دو، جيمناز اوليسي. 17 نو، ده ضمير توكيد عشان في كوما، اذا هنا ناخد اون. براتيك لو تنس، الايميل بونسوار كومبيان دو كلاس اليا دون تون ليسي، كم فصل في مدرستك؟ دون مون ليسي اليا 20 كلاس، 20 فصل. كيسك اليا دون تا كلاس، ماذا يوجد في فصلك؟ قول دون ما كلاس اليا ان تابلو في سبوره، اي دي شيز وكراسي، ممكن تقول دي تابل بقى وتقول. الموضوع اكري كومونتي باس تي الوزير، هنا اكتب كيف تقضي اوقات فراغك او هواياتك يوم العطله. لويك اند جي في على كامباني، اذهب الى الريف. شي مون اونكل عند عمي، لا هناك جي في دو فيلو، بركب عجل. محافظة الشرقية، صالي جومابير رامي عادل، جي سوي ليسين، أنا طالب ثانوي. مونبير آ سان كونت كاتر آن، أبي عمره 54 سنة. إلي ميجر هو رفيع، إي بلوند وأشقر. مامير صابيل منى علي، أمي اسمها منى علي. إلا كارونت سان كآن، إلي بلوند شقراء إيمانس ورشيقة. مونفرير عمر اي بلوند، اخي عمر اشقر. الي ال ني با جراند، ليس طويل. مون جراند بير صابيل احمد، جدي اسمه احمد. الى كاتري فان سانك ان، عنده 85 سنه. الي بران قمحي اللون. الاسئله 1 دون سودو كومو رامي بارل، رامي بيتكلم عن صفا مي اللي هي اسرته. 2 لوبير دو رامي اي ميجر، نحيف. هلا هو بالسطر الاولاني. 3 لي بارون دو رامي اون لو ميم، لو ميم اي فيزيك، لهم نفس الشكل. ازاي ده بلوند اشقر وبرده الام شقراء. 4 لو جراند بير دو رامي عنده كم سنه؟ قلنا 85، يبقى كاتر فان سانج. الوثيقه اللي بعد كده صالي جي سوي سامي، اسمي سامي. جيملي فيلم، بحب الافلام. جي في او سينما شاك جودي افيك مي بوازان، بروح السينما كل خميس مع جيراني. صالي جومابيل سمير، اسمي سمير. جادور ليزبور، انا اعشق الايه؟ الالعاب او التربيه الرياضيه. جي في على بيسين شاك بوندريدي، انا اذهب للبيسين كل جمعه. أتري زير الساعة 1. صالي جي سوي سامح، اسمي سامح. جي بريفير لا لكتير، بفضل القراية. جي في على بيبليوتيك تولي جور، أروح المكتبة كل يوم. أكن زير الساعة 3. السؤال الأولاني، لا خمسة يعني. سيدوكو هوم بارن، الوثيقة دي بتتكلم عن ديز أكتيفيتي، إيه دي الوزير؟ أنشطة وهوايات. 6 سامي أدور لو السينما، عرفت ازاي؟ اه بيحب الافلام وبيروح السينما كل خميس.
سبعة سمير با على بيسين تو بيروح كل قد ايه؟ فندري دي كل ايه؟ جمعة. ثمانية سامح فا على بيبليوتيك يروح المكتبة لابري ميدي. سؤال المواقف تسعة بوردير لير لكي تذكر الساعة لمدرسك ماذا تقول؟ إلي أونزير مولو كان 11 إلا ربع وأقول له كمان إلي دي زير ها ترونت الساعة 17 ونص 10 تديكري تونلي سي تصف مدرستك ماذا تقول؟ أقول إليا تروات الراندوس بورد في ثلاث ملاعب رياضية إليا إنجريل يوجد سور إي إنكور وحوش أو فناء. الموقف الحداشر تيدي ماندا أتون سيباركوبان سون فيزي تسأل زميلك على النت عن شكله كيسكو تو دي أقول له إيه كومونتي إيه كيف تكون تي شيفو سون نوار شعرك أسود. سؤال قواعد شوازي 12 جيمناز هي صالة الألعاب أقولكم بيان دو جيمناز إليا دون تون إيكول 13 سلمى آليزو لا عيون والعيون جمع مذكر ولا مارون مارون تمشي مذكر ومؤنث 14 تي آه أن رومان هل معك رواية نو جي نقط مجازان لا أنا معايا مجلة هناخد آن لأن المجلة مذكر 15 لي بي دي القصص سون أطوادي بتاعتك وي سي سون مي اللي هي الأولى لأن القصص جمع 16 أو سي إل ريجارد لا تلفزيون طالما هنا إل يبقى أخد لوي يعني هو أيضا يشاهد التلفزيون 17 فوز أدوري لوسكي هل تعشقون التزلج وي أدور لوسكي يبقى نعم أون هناخد أون لأن الفعل ده مصرف مع ضمير إل وهنا بيخاطب الجامعة يبقى نحن نعشق التزل سالي زي ما هي كومبيان دي كور تي آ لومار دي كم حصة عندك التلات إي كيرير سي ترمين تاجورني ومتى ينتهي اليوم الدراسي بتاعك أقول سالي لومار دي جي سان كور عندي خمس حصص هنا ما جورني سو ترمين أ كاتور زير ويوم ينتهي الساعة 2 شاو ديكريتا كلاس ده الموضوع وده مكرر أكتر من مرة يا جماعة هنيجي على امتحان محافظة الدقهلية القطعة الأولى عبارة عن إيميل من تيو إلى علي بقول له سالي علي جريب أوليسي أويتير أصل المدرسة الساعة 8 جي سي كور بار جور عند سبع حصص في اليوم جيم لولاندي بحب يوم الاثنين جي في او سي دي اي افيك مي كامارات اذهب الى حجرة المناهل مع زملائي جي انجلي لومار دي عند انجليزي التلات سي سيمبا يوم لطيف جودي تيست لي ميركوري دي اكره الاربعاء جي دو كور دي جغرافي عند حصتين جغرافيا لي جودي يوم الخميس ايتان جور سبورتيف يوم رياضي سي سوبر يوم جميل جوني با مات لي فوندريدي ما عنديش رياضيات يوم الجمعة مي جي انكور دستوار لكن عندي حصة تاريخ جي دي جون اوسيل بتغدى في المطعم اي جي ترمين ما جورني وانتهي من يومي اكنزير الساعة 3 بعد الظهر عندنا سؤال اولاني دون سودو كومون في هذه الوثيقة تيو بار لدو بيتكلم عن ايه؟ طبعا سون ام بالوادي تون جدول مواعيده. اثنين تيو دي تيست بيكره يوم الاربعاء. قال الكلام ده. ثلاثة تيو نقط لي فوندري دي عنده ايه؟ يوم الجمعة استوار تاريخ. قال اهو عند حصة التاريخ. أربعة لي جودي يوم الخميس تيو فا او جيمناز يذهب إلى صالة الألعاب لأن قال يوم الخميس يوم إيه؟ رياضي. الوثيقة اللي بعد كده عبارة عن إيميل من منى إلى لورا.
سالي لورا voici la photo de mon frère عمر ها هي صورة أخي عمر إلي لسان هو طالب ثانوي إلي رو يعني هو أصهب إيمانس يعني وجهه محمر ورشيق عمر إيم لا ميوزيك بيحب الموسيقى إلي أتليت هو رياضي إي سي مون كوزان مجدي وده ابن عمي مجدي إلي بران قمحي الإيم لا ليتراتير يحب الأدب جوني بادس دو سير ما عنديش إخوات بنات ميجي إن كوزين ولكن عندي بنت عمي إلسا بيل سارة إلي بلوند شقراء الأدور لا ناتاسيون هي تعشق السباحة مي إل دي تيس لوديسان ولكن هي تكره الرسم خمسة دون سو سيت إيميل في هذا الإيميل هنا هنا تتكلم عم بيقولها بهنا ايدونتيفي ديز اوبجي طبعا هنا بريزونت صفحه 100 6 عمر ايم عمر ده بيحب ايه لا ميوزك الموسيقى قالت الكلام ده 7 ساره ايه ساره هنا تكون بلوند شقراء 8 لو فرير دو مونا أخو مونا مالو إيليف تلميذ لأن قالت هو ليسين مواقف 9 تي ديماند أتون كوبان سا ماتير بريفري تسأل زميل عن مادته الدراسية المفضلة ماذا أنت تقول جيم لو فرنسي توا بحب الفرنساوي طب وأنت أقول له كيل ماتير تي بريفير إيه المادة اللي أنت بتفضلها 10 تي بار لا ان امي دين بارتي دو كور تتحدث الى صديق عن جزء من اجزاء الجسم كيسكو تو دي اقول له لابوش الفم سي بور بارلي للكلام اي مانجي والاكل بدا الفم اول واحد ليبيت الاقدام سي بور ماشي من اجل المشي 11 تو دي لير اتون بير انت تذكر الساعه لوالدك كيسكو تو دي اقول له إلي ميدي إي دومي الساعة 12 ونص ظهرا اللي هي رقم إيه إلي أونزير الساعة 11 سؤال قواعد 12 ميكو بينسون زميلاتي جمع مؤنث فناخد رقم دي رقم 13 فوزيت نقط بيرو بيرو مكتب مفرد مذكر بناخد الأولى اللي هي أو 14 لو سي دي إي أتوا الأسطوانة دي بتاعتك وي سي مون خدت مون ليه؟ لأن سي دي مذكر 15 سامي إي موا أي اسم زائد موا بيساوي نو وده ضمير توكيد لأون وأون بتساوي ضمير إل إذا ناخد فا 16 إر إلي عايز أقول الساعة كام يبقى كلير اللي هي رقم سي 17 هنا نقط وكومة جي عايز ضمير التوكيد بتاع الجي يبقى موا مواج مابيل سامي الايميل صليكا مي كالسبورتي ايم اي رياضة انت تحبين هتقول جيم لو فوتبول او تي بابور تي اكتيفيتي بريفيري اين تذهبي من اجل انشطتي جي في او كليب ابلس هنا ديكريتا كلاس يوصف فصلك ده مكرر اكتر من مرة وبكده اعزائي طلاب الصف الاول لقينا من فيديو النهاردة اتمنى ان احنا نكون استفدنا ما تنسوش الاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.